قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالتشبيه بالله في الربوبية والإلهية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ما هي العلة التي من أجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير؟ هذه واحدة، وهذه العلة لأن المصور يضاهي رب العالمين في مجرد الصنعة، لأن من أسماء الله المصور، فهو المصور وحده سبحانه وتعالى. فجاء أيضا: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله أي يشابهون. فهذه من الحكم. الثانية من الحكم التي من أجلها حرم النبي الصور أنها وسيلة إلى الشرك، كما حصل لقوم نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. صوروا تلك الصور من أجل أن ينشطوا، فانقرض ذلكم الجيل، ثم أتى جيل وقالوا: آباؤنا عبدوها من دون الله. العلة الثالثة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم، العذاب الشديد أن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أيضا فيها إضاعة للمال والوقت، فكم أموال تضيع. أيضا الآن كم سببت من مشاكل ومضاربات، بل وقتل وقتال. صورة، أحيانا الإنسان ربما يصور زوجته أو قريبته وضل هاتفه فوجد، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل، فيسد هذا الباب. الذي يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاح. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. بعضهم يقول المحرم هو المنحوت. لا، هذه الصور الفوتوغرافية أعظم جمالا وفتنة من هذه الصور المنحوتة، يعني برامج إصلاح، إذا هنالك عيب أزيل هكذا، وإظهار للصورة. فهذه نعم داخلة ولا شك. والتفريق بين المنحوت والفوتوغرافي ظاهرة عصرية، هكذا كان الشيخ الألباني يقول. وكان الشيخ الوادعي يقول: لو قيل لعجوز من عجائز دماج ما هذه لقالت صورة، أن تقول هي صورة، فهي داخلة بلا شك ضمن الأدلة التي تدل على النهي والتحريم.